Arabian Athletic Association وأطلقوا على المجلة اسم Random Note اللي هي معناها ملاحظات عالم. المجلة هذه طبعا باللغة الإنجليزية تتعلق بموضوعات كثيرة كثر من الطوابع. ما زالت تصدق؟ ما البريد. صار يجي بالإيميل تشترك معهم يجيك بالبريد. طبعا عدد الصفحات تقل ونشرها وإضافة معلومات الكثير منها. كان من ضمن الشغلات اللي بدوا فيها من بداية تاريخ المكاتب البريدية في السعودية، كيف بدأت المكاتب قبل حتى تصير السعودية وكيف انتشرت وتوزعت وين مناطقها، ايش الاختان، تركز على موضوع الاختان، تركز برضو على تحديد خطوط السير للرسائل. بدأت سنة 71 ومعظم الافراد هذول من عمالقة الطوابع اللي عندهم اكبر معلومات عن الطوابع السعودية في كل المجالات، اذا كنا نتكلم عن طوابع بريديه تقليديه او طوابع بريديه تذكاريه، كل هذه موجوده يعني مثلا وماليه كذلك. ومنها الدليل اللي صدر، طبعا عندهم كتب صدرت في هذا النطاق، منها كتاب ثودن. هذا ثودن احد الاشخاص مات وكان هو مهتم بالطوابع الماليه السعوديه ومسوي دليل، هو الدليل الوحيد اللي فيه طوابع ماليه توثيق ليها كل الطوابع السعوديه اللي استخدمت على وثائق. كانوا يتكلموا عن برضو التعرفه المستخدمه، كيف التعرفه كانت تحسب على الرسائل البريديه، الطرق البريديه، كيف يتم حسابها والمسار اللي تتخذه. متخصصه في زياده بالطوابع النادره، الشغلات اللي صدر منها قليله، الاخطاء المنتشره، وتركيزاتهم على كمان بعد كذا صار على التخليص الالكتروني، لأن معظم الطوابع قل استخدامها فصار فيه تخليص إلكتروني.